سبع خطوات لإعادة إحياء الكائن المنقرض. 1- نجمع العينات. 2- استخراج تسلسل الدي ان ايه من العينة. 3- تحديد المناطق الفارقة للتعديل الجيني. 4- نصمم الأدوات علشان نعدل جينيا. 5- نستخدم الأدوات ديت لتنفيذ التعديلات. 6- زرع الجين المعدل في خلية منزوعة النواة. وأخيرا 7- وضع الخلية المعدلة في الجسم المضيف لولادة الحيوان المنقرض. في الحلقة دي هنشرح خطوات إعادة الحيوان المنقرض إلى الحياة، وهنفهم طريقة كاسبر كيس 9 الأداة المستخدمة في التعديل الجيني. هنفهم هل تم إحياء الذئب الرهيب أم هو مجرد ذئب رمادي معدل جينيا، وهل في فرق في المصطلحين ولا لأ. هنعرف هل يمكن إحياء حيوانات تانية من العصر الجليدي، وهل ينفع نطبق الطريقة دي على الديناصورات. مين عارف، يمكن جوراسيك بورك يبقى حقيقة. فمن غير كلام كتير، جهز مشروبك المفضل ويلا بينا نكتشف العودة من الإنقراض. علشان نرجع حيوان من الانقراض، احنا عايزين نستخرج الدي ان ايه من الحفريه علشان نطلع تسلسل الجين الكامل، وبعد كده ناخد خليه بويضه من اقرب فصيله حاليه، نزيل منها النواه اللي بتحتوي على كل المعلومات الجينيه للفصيله الحيه ديت، ونزرع بدلها الدي ان ايه المستخرج من الحفريه. بعد كده نحط خليه البويضه في مضيف صالح، والكائن المولود هيبقى نموذج اصلي مستنسخ من الحيوان المنقرض، ونقدر نقول فعلا انه رجع من الانقراض. بس هل فعلا ده حصل مع الذئب الرهيب؟ فكرة إنك تستخرج حمض نووي كامل من حفرية عمرها يتخطى 10,000 سنة بتعتبر فكرة خيالية، لأن حتى لو الحفرية محفوظة بشكل ممتاز، الحمض النووي بتاعها بيبقى صعب جداً في الشغل، أغلبه بيكون متكسر، فمستحيل إنك تقدر تستخرج دي إن إيه بيحتوي على كل المعلومات الوراثية الكاملة للحيوان المنقرض. معمل كلوسل بايوساينس بقى عمل إيه؟ قالك بدل ما نطلع التسلسل الجيني الكامل اللي واضح إنه مستحيل يطلع من الحفرية، إحنا نشوف الذئب الرمادي الحالي. ده بيتشابه في 99.5% مع التسلسل الجيني للذئب الرهيب. احنا ممكن ناخد العينة ديت ونحاول نحلل الدي ان ايه المستخرج من الحفرية. هو صحيح الحالة بتاعته صعبة وما ينفعش يتزرع في خلية منزوعة النواة، لان الجنين بنسبة كبيرة هيموت، لكن على الاقل نحدد الاختلافات اللي تخلي نسبة 99.5% تبقى 100%. وفي الحقيقة العلماء قعدوا سنين طويلة علشان يقدروا يستخرجوا دي ان ايه للذئب الرهيب يكون صالح للتعديل، وده كان عن طريق حفريتين اتنين بس، حفرية لسنة واحدة وحفرية لجمجمة بترجع ل 72,000 سنة. على الرغم من تعدد الحفريات الكتيرة للذئب الرهيب، إلا إن الحفريتين دول بس اللي قدروا يطلعوا منها دي إن إيه صالح للتعديل، وبالفعل قدروا يعزلوا المادة الوراثية القديمة منهم باستخدام تقنيات المعمل الحديثة. قدروا يطلعوا التسلسل الجيني اللي من خلاله هيعملوا عملية مقارنة مع التسلسل الجيني للذئب الرمادي الحالي علشان نعرف الفرق ونعدل عليه، ودي بتعتبر أصعب مرحلة. ممكن حد يتخيل إن عملية التعديل نفسها هي المرحلة الأصعب، لكن في الحقيقة اكتشاف العلماء للفروقات الجينية البسيطة اللي بتخلي الذئب الرهيب ذئب رهيب مش ذئب رمادي هي أصعب مرحلة. وفي الحقيقة الموضوع ده من سنين كان صعب جدا وممكن يرتقي لدرجة المستحيل، بس مع المعدات الحديثة معمل كلوسل ساينس تعاون مع شركة سوفت وير بتسمى فورم بايو، أنشأت نظام بيستخدم خوارزميات متقدمة لتحليل واكتشاف الفروقات ما بين الأحماض الأمينية المختلفة. أول ما اكتشف الفروقات ديت يبتدي فلترها علشان نعدل عليها. المعمل اكتشف 14 اختلاف، أهمهم كان الحجم، الفرو الأبيض، الأكتاف القوية، الأسنان والفك الأكبر، الأرجل العضلية، والعواء المميز. كل ده كان بيفرق الذئب الرهيب عن الرمادي. والمثير للاهتمام إن الذئب بيمتلك 19,000 جين، كل واحد مسؤول عن خاصية معينة، فبدل ما نعدل على العدد المهول ده، تم إجراء 20 تعديل فقط على 14 جين مختلف، علشان الفروقات اللي ذكرناها تختفي وتختفي معاها هيئة الذئب الرمادي وتكون في الصورة فقط هيئة الذئب الرهيب. طب يا جيو، مش هم 14 جين بس هم المختلفين؟ ليه العلماء عملوا 20 تعديل؟ لأن عايزين نشاهد الذئب الرهيب عاش خلال العصور الجليدية، فصعب إنك ترجعه للحياة بنفس التسلسل الجيني القديم. العالم اللي احنا فيه مختلف بمناخ مغير عن أجواء العصور الجليدية، انت كده بتضع تهديد على حياته. فلما نعمل تعديلات إضافية تحسن من التكيف على أجواء المناخ الحالية وكمان تجنبه من أمراض معينة، إحنا كده بنحميه من الإنقراض مرة أخرى. ومن خلال التعديلات الجينية باستخدام تقنية كاسبر كيس 9، قدروا العلماء يرجعوا الذئب الرهيب من الإنقراض عن طريق 3 أفراد: ريميس ذكر بعمر 6 شهور، روميلس برضو ذكر بعمر 6 شهور، وكاليسي أنثى بعمر 3 شهور. وده بيعتبر إنجاز تاريخي في مجال الهندسة الوراثية. طب يا جيو، هو ايه موضوع كريسبر كاس 9 ده؟ بص عزيزي المشاهد، الخلية بتحتوي على تركيب حيوي بيسمى النواة.
اللي بتحتوي على كل المعلومات الوراثية، والجين أو المادة الوراثية بتنقسم لعدد من الكروموسومات. العدد بيختلف من كائن حي إلى آخر، يعني مثلاً الإنسان بيحتوي على 23 زوج من الكروموسومات. كل كروموسوم بيحتوي على خيوط من الحمض النووي الملفوف بإحكام على بروتينات بتسمى الهيستونات. داخل بقى الدين اي أو الحمض النووي بيبقى فيه أجزاء صغيرة اسمها الجينات، اللي مترتبة ترتيب معين علشان تدي صفات معينة للكائن الحي. لو غيرنا في الترتيب أو الجينات بتحصل مشاكل كبيرة، فلازم عملية التعديل تكون بالتسلسل الصحيح باستخدام أدوات مناسبة. وهنا يجي دور تقنية كريسبر كاس 9، ودي عبارة عن أداة لقص شريط الدين اي في مكان محدد. النظام ده بيتكون من جزئين رئيسيين، بروتين لقص الحمض النووي بيسمى كاس 9، وشريط من الار ان اي بيسمى الار ان اي المرشد، مع بعضهم بيكونوا مركب قادر على قص مناطق محدده في شريط الحمض النووي. الفكره كلها في الار ان اي المرشد ده، لازم يتماشى مع الجزء اللي احنا عايزين نشيله. اول ما الار ان اي يتصل بالجزء المناسب، تبتدي جزيئات صغيره من الكاس 9 بروتين في قص الحمض النووي، وبكده ممكن نعمل عمليه التعديل، لأن إحنا هنشيل جزء محدد من الحمض النووي وهنضيف مكانه جين إحنا عايزينه. يعني مثلاً عندنا الجين المسؤول عن لون الفرو لدى الذئب الرمادي، هنخلي كاس 9 يروح للجزء دوت من الحمض النووي ونعمل إزالة، ونضيف جين يكون مسؤول عن لون الفرو بس لدى الذئب الرهيب، وبكده تكون تمت عملية التعديل. والطريقة دي في التعديل الجيني ما اقتصرتش على الحيوانات فقط، لأن في 2018 عالم صيني اسمه هي جيانكوي استخدم تقنية كريسبر في التعديل الجيني على طفلين لولو ونانا، اللي هيكونوا محصنين من فيروس الـ HIV، الفيروس المسبب لمرض الإيدز. وطبعاً ده شيء عظيم إن التقنية تستخدم وتنجح، لأن الأطفال دي بقت محصنة ضد مرض من الأمراض الخطيرة. هو صحيح إن العالم اتحبس 3 سنين لأن المحكمة قالت إن عملية التعديل على الأطفال كانت غير أخلاقية، لكن المهم إن معمل كلوسل بايو ساينس كان شاف قدامه إن الطريقة قابلة للتنفيذ، وده اللي خلاهم يلجأوا لها. فلو هنراجع الخطوات اللي تمت علشان الذئب الرهيب يرجع، هنلاقي اولا كانت تجميع العينات اللي عرفنا انها كانت عن طريق حفريتين. 2 كانت عملية استخراج تسلسل المادة الوراثية من الحفريتين. 3 كانت تحديد الفروقات ما بين الحمض النووي للذئب الرمادي والحمض النووي لدى الذئب الرهيب. 4 تصميم الاداة للتعديل، والكلام هنا عن كريسبر كاس 9. ومصطلح تصميم أداة التعديل بيتلخص في الحصول على شريط الـ RNA المناسب علشان يعرف يتحد مع الجزء المراد إزالته. أول ما يتحد تبتدي جزيئات كاس 9 في قص الجزء دوت. الخطوة 5 بعد تصميم أداة التعديل، نبدأ في عملية قص الأجزاء الفارقة اللي بتميز الذئب الرهيب عن الذئب الرمادي، ونستبدل الجينات المناسبة للذئب الرهيب. الخطوة 6 نحط المادة الوراثية المعدلة في نواة الذئب الرمادي، وناخد النواة دي نحطها في خلية بويضة. المرحلة 7 والأخيرة هي زرع خلية البويضة في مضيف صالح. السؤال هنا، هل الثلاث أفراد اللي طلعوا من العملية دي بيعتبروا ذئاب رهيبة أم ذئاب رمادية معدلة جينيا؟ علشان نعرف إجابة السؤال ده لازم نعمل عملية مقارنة ما بين المادة الوراثية للذئاب المعدلة والمادة الوراثية لدى الذئب الرهيب اللي مستخرجة من الحفريات. سهل ان احنا ناخد عينة دم من الرماس مثلا ونعرف المادة الوراثية بتاعته، بس زي ما قلنا قبل كده مستحيل ان احنا نطلع مادة وراثية كاملة لحيوان منقرض من حفرية يتخطى عمرها 10,000 سنة، وبكده مش هنقدر نعمل عملية المقارنة من الاساس. وعلى الرغم ان كتير من الناس اعتبروا اللي عملوه معمل كلوسل بايو ساينس انجاز علمي، لكن في رأيهم دي كانت مجرد ذئاب رمادية معدلة جينيا علشان تشبه صفات الذئب الرهيب، زي ما عملوا قبل كده لما استخرجوا الجين المسؤول عن فرو الماموث واستخدموه في تعديل جينات فئران التجارب، وبالفعل طلعوا فئران الماموث، ودي عبارة عن فئران طبيعية لكنها بتمتلك فرو شبيه بالماموث. ما نقدرش نقول انهم خلقوا كائن جديد، لأن الفئران دي بتعتبر فئران معدلة جينيا. جين فرو الماموث بالفعل موجود في الحفريات المحفوظة، وجينات الفئران بالفعل موجودة. حاجة الوحيدة اللي انت عملتها هي عملية تعديل. الوحيد القادر على ابتكار شيء من العدم هو الله. انا بالنسبة لي اللي عملوه معمل كلوسل بايو ساينس انجاز مبهر، حتى لو الكائن اللي طلع مش عارفين نحدد سواء هو ذئب رهيب فعلي ولا لا، ده برضو انجاز يحسب لهم. والمعمل موقفش لحد هنا، لان في الخطط المستقبلية بيحاولوا يرجعوا الماموث وطائر الدودو ونمرة 8، وأسهل واحد في الثلاثة هو نمرة 8،
لأنه انقرض سنة 1936. الأمر بيكون أصعب مع طائر الدودو اللي انقرض في أواخر القرن السبعتاشر في الفترة ما بين 1662 إلى 1690، وأصعب مع الماموس المنقرض من حوالي 3700 سنة. طبيعي كل ما عمر الحفرية يزداد كل ما الأمر يبقى أصعب، بس إحنا لو هنبص عليها هنلاقيهم إنهم رجعوا الذئب الرهيب، وده منقرض من حوالي 13000 سنة، فالثلاث فصائل اللي ذكرناهم هيكونوا أسهل في عملية استخراج المادة الوراثية. وممكن حد يستنتج إجابة سؤال هل يمكن إرجاع الديناصورات إلى الحياة من النقاط اللي اتكلمنا فيها، لأن زي ما عرفنا إن كل ما يزداد عمر الحفرية استخراج المادة الوراثية بيبقى أصعب. فأنا آسف يا عزيزي المشاهد إن أقول لك إعادة الديناصورات إلى كوكب الأرض ده شيء مستحيل، ومش هيحصل غير في أفلام الخيال العلمي. الديناصورات منقرضة من حوالي 65 مليون سنة. يا جاي، وحابب أفكرك إنك في حلقة الانقراض الجليدي قلت إن الإنسان مش هيقدر يرجع الماموس للحياة، لأن مهما كان الإنسان متقدم في علمه مستحيل يصل لإبداع الله في الخلق. عندك حق يا عزيزي المشاهد، أنا قلت كده لأني ما كنتش فاهم عملية التعديل الجيني، لكن لما درست الموضوع ما لقيتش في العملية أي حاجة تحت مسمى الخلق، هو كله تعديل على جينات بالفعل موجودة، يا إما في الخلية الحية أو في الحفريات المحفوظة، وسواء هنا أو هنا الجينات دي مصدرها الله. أنا فاهم قصدك يا عزيزي المشاهد، إن زي ما أنا كنت غلط لما قلت إن الماموس مش هيرجع للحياة، ممكن أكون غلط والعلماء يقدروا يرجعوا الديناصورات، بس في الحقيقة أنا المرة دي متأكد، على الرغم إن أنا نفسي جدا أشوف الديناصورات على الأرض. في النهاية عايز المشاهد لو استفدت من الحلقة ما تنساش اللايك، لأن ده هيشجعني جدا في الاستمرارية، وطبعا الاشتراك في القناة علشان توصل لك كل الحلقات الجديدة. شكرا جدا على وقتك الغالي، كان معكم جيو وسلام.